السلام عليكم الاخوان والاخوات ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ونتمنى من الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا اليوم ان شاء الله باش الاخوان هضر معكم على واحد الموضوع. الا لاحظتوا مؤخرا انني ما بقيتش كنزل فيديوهات بزاف، هذا الشيء كيرجع لواحد السببين طراو القناه، فداك الشيء علاش ما بقيتش غادي بالوتيره اللي كنت غادي بها شحال هذيك. كنلوح بعض المرات تلاشيت الفيديوهات في السيمانه جوج، بعض المرات فيديو. فدابا لاحظتوا بانني ما بقيتش كنحط لي فيديو بزاف فلسببين. السبب الاول ان القناه ديالي تضربات بسترايك الاخوان، افيرتيسمون وصل القناه ديالي بسبب واحد الفيديو كنت هزيتو، حقوق الطبع والنشر، داكشي ديال الكوبي رايت. هادشي راه شحال هادي الاخوان، وكما كتعرفوا راه غادي نوريكم في الصوره. اي قناه في اليوتيوب كيكون عندها ثلاثه ديال لي زافيرتيسمون، الا تضربتي بثلاثه ديال لي زافيرتيسمون فالقناه ديالك تتسد. كنت هضرت مع صاحب القناه وهذاك الشيء ما جاوبونيش، ما وصلنا لحتى شي حاجه. والسبب الثاني الاخوان هو توقف لي الربح من القناه بسبب اخر لا علاقه له بالسترايك. يعني راه يمكن لك القناه ديالك توصلها افيرتيسمون ولكن ما تتوقفش الربح، هذاك الشيء غادي نخلوه بوحدو. كما كتعرفوا الرحله ديال اليوتيوب بديتها من 2020، تقريبا حطيت شي 400 فيديو، غير هو دابا تقريبا شي 398 ولا بحال هكا. يعني كاين شي فيديوهات مسحتهم، اما في الاصل راه كاين اكثر من 400 فيديو. بكل صراحه كنت داخل الدومين عن حب، كنت غادي بواحد الوتيره وكنحط فيديوهات بزاف. كاينين دي فيديو اللي ما كنتش راضي عليهم بكل صراحه ومسحتهم، بحال الفيديو اللي كنت درت واحد الفيديو ديال استحضار الجن، ورا داك الشيء راه غير تمثيل الاخوان، غير اللي جاب المشاهدات. ومن بعد غادي نقول لكم علاش درت هذا الشيء. كنت درت واحد جوج مقالب حتى هما داك الشيء غير مفبرك، داك الشيء راه متفقين. كنت درت واحد التحديات مع واحد الدري اللي ديديكاس لي من هذا المنبر، هذا خويا محمد اللي الان في الديار الالمانيه، الله يسهل عليه. كنا درنا واحد التحديات، ويا ربي تسمح لي انت في داك التحدي. كتبت قلت لكم راه دايرين تحدي على كاسكروت كفته، وراه داك الشيء غير طون باش نبانو زعما راه خاسرين بزاف. انا الان انا راه تنتبرأ دابا من هذاك الفيديو. كنت قلت راه اللي ربح نعطي على 100 درهم، وكان هو ربحني، وراه ما كاين لا 100 درهم لا والو. وكنت درت تحدي حتى مع واحد البنت ديال ميلفي، حتى هي ديديكاس من هذا المنبر، اختي وصال اللي الان راه في الديار تركيا، راه هي في تركيا الان، الله يسهل عليك اختي، وشكرا بزاف اللي درتي معايا داك الفيديو. فكنت مخربق الاخوان في البدايات، كنت باغي غير جلب المشاهدات وقناتي تطلع باي طريقه، لدرجه انني درت كاع واحد النهار مسابقه باش نعطي لزعم المتابعين هاتف، وتنادم معايا الحال وحيدت هذاك الفيديو، حيت دخل زعما بغيتش نكذب على الناس زعما جيف واي، كنت باغي ندير واحد الجيف واي، حيدت هذاك الفيديو. يعني كنت في الاول باغي غير نجيب المشاهدات باي طريقه، من بعد خديت واحد الاتجاه كندير معلومات، قصص واقعيه. كاين بعض القصص كاع اللي كنت غير تنسمعهم من المقربين، كنت كندير لي فلوغ، او باقي دابا تندير لي فلوغ، يعني الا كنت شي تسافره ولا شي حاجه تنصورها. فبقيت غادي بحال ما هكا حتى وليت كنربح ارباح من يوتيوب. من بعد غادي يجيني واحد الايميل اللي بكل صراحه خربق ليا الدماغ ديالي، وهادشي علاش ما بقيتش كنحط لي فيديو بزاف. ودابا غادي نعاود لكم القصه شنو طرا ليا، علاش ما بقيتش كنربح والو من يوتيوب، وعلاش توقف لي الربح، وعلاش توقفوا الاشهارات. انا غادي نشرح لكم. اول حاجه قبل ما كندخلوا يعني الا بغيتي دير قناه كيخصك واحد الشروط. الشروط هي 1000 مشترك
4000 ساعة. ملي كتحقق هاد الشروط هذه كتصيفط قناتك المراجعة كي فيريفيو لي فيديو واش ديالك علاش تتهضر. ملي تيوافقوا لك تيقولوا لك اوكي، تتولي تخدم على 10 دولار. ملي كتخدم على 10 دولار كتصيفط واحد الكود الادسنس اللي هو هذا اللي تيجيك حتى للدار الاخوان. اسمحوا لي، تيجيك حتى للدار، تيجيبوا لك الفاكتور حتى للدار. انا راه في يامات 2021 وكانت كورونا ومع ذلك جاني حتى للدار. هذا راه الاخوان راه تيجي من امريكا، واش نوريه هنايا، راه تيجي من امريكا الاخوان هذا. فصافي من بعد ملي كيوصلك هذا الشيء هذا، على ما اظن وصلني انا في 2021، صافي كيعطوك واحد الكود وكتدخل وصافي وكتنطلق، كدير الكونت بونكير ديالك، الكونت بونكير ديالك وصافي، وتتبقى خدام وتتربح انت والمشاهدات ديالك، الناس من تيتفرجوا فيك، وتيبقى يدوز لك هذاك الشيء من شهر لشهر. الا جمعتي اقل حاجه هي 80 دولار، هي 800 درهم اقل سحب، وانت طالع تقدر توصل حتى للملايين انت والمشاهدات ديالك والمتتبعين ديالك. فانا ملي كنت خدام عادي كنت كنربح، وكنت خدام غير على الاشهارات وباغي غير الفيديو ديالي يتشاف، ودرت واحد الخطأ انني نسيت انني كل عام خاصني ندخل 4000 ساعة. شهر 12 2023، الاخر ديال شهر 12 على ما اظن 24 25، يعني ما بقى والو ل 2024، غادي يوصلني واحد الايميل اللي صدمني بكل صراحة. كما قلت لكم في شهر 12 ان القناة ديالي ما بقيت غادي نربح منها والو، توقف الدولار بسبب هذا البلان اللي قلت لكم. يعني راه 10 شهور الاخوان وقناتي ما تيربح منها والو، ومع الناس مقربين عارفين تيقولوا لي الاشهارات ما بقاوش تيطلعوا، اللي تيلاحظوا كيقولوا لي الاشهارات ما بقاوش هادي، وكنشرح لهم شنو كاين. فالسبب هو انني ما دخلتش 4000 ساعه، وراه القناه راه ماشي واقفه ولا شي حاجه، راه في اي لحظه نجمع 4000 ساعه نصيفط عاوتاني القناه المراجعه يفيريفيو القناه ديالي، الى وافقوا راه غادي يرجع الربح. الربح راه ماشي وقاف ولا تسد في خطره، راه في اي لحظه يرجع. غير انا هاد جوج حوايج اللي طراو ليا، وهاد ديال الافيرتيسمون راه شحال هادي قبل ما يتوقف الربح، اللي قلت لكم ديال سترايك ديال المخالفه اللي وصلت القناه. فهاد جوج اسباب هما اللي ما بقيتش كما في الاول، كما قلت لكم المعلومات وكان بحال هادي، ف وليت محبط، ما بقيتش كنحط لي فيديو، وليت كنحط غير هذوك لي شورت فيديو، دوك الفيديوهات قصار اللي ماشي كاملين مصورهم، كاينين لي شورت فيديو غير تناخدهم، تناخد شويه من هنا وشويه من هنا وشويه من هنا، وتنمونطي في المونتاج، تنزيد شويه الموسيقى من عندي وتلوح غير باش يقولوا هذا راه باقي تيحط لي فيديو. كما الا دخلتوا في البلاصه ديال لي شورت فيديو غادي تلقاو داكشي ديال المنتخب الوطني ديال الجمهور، داكشي راه ما مشيتش انا تفرجت ولا شي حاجه، داكشي راه غير تناخدو، غير تنبغي نبين اليوتيوب بان القناه انها راه باقا خدامه، راه باقا تلوح لي فيديو. وحتى مؤخرا كدرت واحد الفيديو في شمال المغرب، فراه ماشي انا اللي مشيت صورت تما، انا راه تنبين وجهي الا مشيت لشي بلاصه، ولا هذا راه تنبين وجهي، لا شفتوا هذاك الفيديو راه مبين لكم وجهي ما بينش. فدوك لي فيديو كان واحد السيد من لافامي ديديكاس لي من هنا من هذا المنبر، خويا عبد الغني اللي كاين في مدينه مراكش اللي من لافامي ديالي، كنت نشوف لي ستوري ديالو وبان لي انه مشى لشمال المغرب، وقلت ليه لوح لي هذوك لي فيديو شديتهم ومونطيتهم، حتى مع كنبين اليوتيوب انه انني راني خدام. وحتى الخلفيه كنت كنصور في خلفيات بعض المرات في الصالون، بعض المرات تنحاول نخدم على الخلفيه، فدابا وليت نصور غير في البيت ديالي ورايا غير الحيط وتنصور. يعني كاين شويه الاحباط الاخوان ديال التمارة ديال بديت في 2020
ربع سنين وهذا، فرا فهمتوا الاخوان الميساج اللي بغيت نقول لكم. وراه نقدر دابا خصني غير نخدم بزاف، نقلوح لي فيديو بزاف ولي فيديو نطولهم باش نشد المشاهد وهادي ونخدم على السوايع عاوتاني، فما كاينش هذيك الكانه. ولكن في اي لحظه نرجعوا نبداو نلوحوا لي فيديو. فهاد الشيء اللي كاين الاخوان، هاد الشيء علاش ما بقاش كنلوح لي فيديو بزاف. غادي ندير فيديو اخر الاخوان، غادي نهضر على الربح من الويب المغربي، كيفاش المشاهير كيفاش كيضربوا العلاقه، وهذه غادي نشرح لكم كل شيء في الفيديو السابق. وكاين حتى واحد الفكره ديال واحد الفيديو الثالث حتى هو غادي نديره ان شاء الله. فغادي نبقى بحال هكا، تيبان لي غادي نرجع نبقى نحط لي فيديو بزاف. فهاد الشيء اللي كاين الاخوان، دعمونا تفرجوا في لي فيديو باش يرجع السوايع. فهاد الشيء اللي كاين الاخوان، وتسناو الفيديو القادم ان شاء الله. واخر حاجه اللي نقول لكم السلام عليكم، سمحوا لي الا طولت عليكم.